سلام، معكم بيسان. أصدقاء أهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا يا جماعة، فيديو اليوم نشاط حيوية، فايقة من بكير ورايحة مشوار كتير 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 حلو، فخليكم معنا بالفيديو لحتى تشوفوا لوين رايحة وشو رح ساوي. أول شي حابة أخبركم إنه بتمنى من الكل اللي عم يشوفوني هلأ يفعلوا يطفوا الجرس ويرجعوا يفعلوا مثل ما شايفينهم بالفيديو، تمام؟ الكل يعني إذا موقف الجرس اعملوا الكل، كلمة الكل، تمام، لحتى يوصلكم إشعار، لأنه اليوتيوب عامل كذب للمتابعين، ما بعرف ليش، بس أنتوا رجعوا الإشعارات مثل ما كانت، بليز 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 بعد إذنكم، تمام؟ أوكي، طبعاً حطوا لايك وشتركوا بالقناة. أوكي، اليوم رايحة مشواري كتير حلو، ما رح لكم شو هو، بس حورجيكم على شو لابسة. طبعا هاي المرايه ما كثير مطلعني كامله، بس انه يعني لابسه بلوزه بيضاء عاديه وجاكيت جينز وشال، وحاطه هاي الشنطايه البيضاء، اوكي، ولابسه بنطلون جينز عادي. فهلا انا لازم روح على المكان اللي رايحه عليه، فحتنبسطوا كثير بالمكان لانه مكان بجنن وحنعمل فيه شغلات جديده، فخليكم معي، بحبكم. سفرني أيامنا واتركني وانساني بالبحر الميني، ولا تسأل ما عندي طريق تاني، مو طالع شم الهوى ولا رايح غير جو، بيتي بالدار ودخان الحر نفطر فطور سوري بجنة. حنروح نفطر دغري بسرعة ونروح على المكان اللي وعدتكم نروح عليه، وبحبكم كثير، حطوا لايك واشتركوا بالقناة، ومثل ما قلت لكم مشان الشرس الكل يعمل نفس الفيديو اللي احضرتكم يا اول فيديو، لحتى تقدروا يوصلكم اشعار، لانه كثير ناس ما عم يوصلها اشعارات. المهم حبايبي، رح صور لكم الاكل شلون حيكون وبس. طبعا حبايبي وصلت على المطعم اللي بدي اكل فيه. طبعا هذا المطعم يا جماعه كثير اكله طيب، وانا دائما بجي باكل من هون لانه هيك بذكرني بريحه سوريا او شيء من سوريا، وهيك يعني كثير كثير بحب هذا المطعم. فطلبته كل شيء، طلبته مشي الحال، وعم نستنى على الطلبيه، وبس تجي الطلبيه حصور لكم اياها. فحنقعد برا وخليكم مع الفيديو، بحبكم. اوكي حبايبي، طبعا الجو كتير برد لهيك انا تلحفت وما بعرف شو عملت بحالي، بس وصل الاكل واخيرا، ويا جماعة الاكل بجنن، وهيك شاي سخن وحركات، شوفوا شوفوا. طبعا اطيب فطور عن جد عن جد، الفطور بجنن يا جماعة، شوفوا صفيحة، جبنة محمرة، زعتر، كل شيء، شاي، صحتين على قلبي، شاي. طبعا يا جماعه انا كثير جوعانه، فحبلش فطور، وبس خلص فطور حنروح مشوارنا اللي اتفقنا عليه، وفات شعر بعيني، اوكي، حخلص فطور بسرعه وحنروح على المشوار اللي وعدتكم نروح عليه، فخليكم مع الفيديو وخليني افطر بسرعه. قاعدة عم تاكلي يا جماعه؟ صوت سيارات ثانيه. اوكي يا جماعه، جد حاسه حالي بالشام على هالاكل، عن جد كثير طيب، وانا لانه الجوع فبيجي جوع وطيب مع بعض، فهيك بصير الامر حلو كثير. خلصت الاكل؟ خلصت الاكل؟ ما هو عليك انت لسه ما بلشت، ما قلت بسم الله. يا جماعة خلصت أكل وكل شيء، وهلأ رايحة على المطرح اللي كنت بدي لكم عليه من الأول، فهلأ أنا راكب السيارة رايحة على المكان.
طبعا هذا المكان حاخد منه كم شغلة حاختاره معكم طبعا، وبس هيك خليكم مع الفيديو وحطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وبدي حماس مو طبيعي على الكومنتات، بدي كل الكومنتات تكون حماس حلوة مشان نصور لكم شغلات اكتر واكتر واحلى واحلى. طبعا وصلت على المشوار اللي بدي اخذكم عليه واللي هو ايكيا. شايفين يا جماعة اليوم جيت على ايكيا، اليوم جيت على ايكيا لانه ناقصني بيرو للميك اب، هي الطاولة اللي بحط فيها ميك اب المراية، وناقصني كمان مكتب، وناقصني كم شغلة لغرفتي. تمام، فاليوم جاي اشتريهم كلهم من هون من عند الايكيا، فخلينا نفوت ونختار وان شاء الله يا ربي يكون عزوئي، لانه انا فتشت شوي بالانترنت وشفت الشغلات الحلوة اللي بدي اختارها من الايكيا، شفتها على بالبيت، بس ان شاء الله الاقي من اللي شفتهم لانه كثير كثير حلوين. طبعا يا جماعة حنفوت، عم لف بهذا الباب اللي بلف باللفافة. تعالوا نلعب شوي. لا ما بصير، خلص روحي. كيف كيف روحي. اوكي. خي هون دفع يا جماعة كثير كثير. المهم وين بيكونوا؟ مين بيكونوا؟ بيكونوا. يا جماعة بالإيكيا حاطين كأنه غرفة أو شيء، بيت كامل عاملين إنه أفكار. افتح يا سمسم أبوابك، هون بيجي الصالون، الشاشة، الكتب للثقافة. هاي أجيك غرفتي. واو، كأنه ملتي بيتك وزيادة؟ ما أنا جايبتك على بيتي، هلا تعي شوفي غرفتي وشوفي غرفتي. شوف شو لذيذ، وهون مثلا هون مدخل هيك. على فكرة هنيك في غرفة كمان. الحمام. حبيبتي. هلا هي غرفتك؟ وأقول لك لو عاطين نموذج بجنة للأغراض. او لفكره الغرفه، بس شوف هي العلاقات ليش هيك؟ عادي هي بتكون مستعجله، بتشتحي وبتنامي، بس بجامتك بتكون مستعجله في الصبح لانه دوامك دغري. عشان ما تزت جنب الارض شيء. الله تمام. وهون تجي مرايه. اوكي هيك. وبعدين ورا اساس، سوري. بعدين ورا هون بيجي مثلا مثل الحمام. لا مو مثل الحمام، هو حمام. هو حمام يعني. هي تعرفي كيف بنتي؟ لا صراحه. هلا هون شو؟ انا هون تشوقت. شفتي؟ لو بيفتح باب الصقر اسمي بس. ناكل شلون يا جماعة؟ المهم خلينا نشوف غرفة بنتها. اوه ماي جاد، شوفي ورق الجدران شو حلو. شو عملت لها هنيك؟ نفوت هون، شوفي الغيوم لذيذين. شو عملت لها هنيك؟ اوكي، هون تخت بتنام فوق البنت، تمام. وهون الله الله شو هالرسمة هاي، خربيش ده. شو هالبنت هيك؟ هي هدى. نعم. شو هالبنت هاي اللي عندك؟ شو هاي عم ترسم؟ عملت لها وش؟ هاي بيسان انا. المهم شوفوا هاد شو لذيذ، واو كثير حلو. وهون تقعد ترسم رسماتها الفنية اللي بتهوي اللي بتجن. اللابتوب التيلي. اوكي بتجي هون كرسي، وهون مرايات كثير. واو واو واو، انا حبيت انه بيعطوا افكار. انا هون كنت اطبخ على طول، جوزي بيقعد بيساعدني بيعطيني افكار الطبخ، هو عشان انا بطبخ هون. هون مثل تبعيه السفره او شيء، طاوله سفره. بيقعد هون بيساعدني بيحاكيني. بيحاكيك يعني هون غرفه الاجتماع ولا ايه؟ الاجتماع على الطبخ. طب هي شو هي؟ هون الدرج بنحب نحط المصاري. بطبخ دايما يجوني امبارح. شو عندك العالم زيارة؟ شو عاملة اليوم بسكوت؟ كأنه هدول ألعاب؟ لا والله. لا بلا ألعاب. بتجربي عضي؟ لا لا. شوفوا. شو مثل الهي؟ شوفوا المطبخ؟ صار سلطة هنيك هلا. سلطة؟ سبحان الله. هذا حطيت الكرسي مشان طولك. ملك طولي شغلات من فوق. عين كثر ما هي طويلة مشان طوليني. واو شوفوا يا جماعة، في شغلات حلوة، عاملين ديكورات بتشل. اوكي حبايبي، طبعا هون عاملين مثل ما بعرف شو هالغرفة اللي عاملينها، بس انه شوفوا الاضواء فوق وهيك شغلات حلوة كتير. هون عاملين مثل كمان صالون. واو شي حلو ما شاء الله ما شاء الله. ما عجبني معجوق هذا البنت. انجل تفضلي تفضل. البيت بيتي مطرح مطرحي.
ايه مو شوي معجوق. ما ضلشين وقعشينه. عم نطبخ كنا والله. عم تطبخي شو الطبخة؟ وريش تقيلة ها؟ لسه ما قطعناه هون. ريش تقيلة غطا. حطيتيها مطنة. ريش تقيلة غطا سكري. شوف شو تقيلة. يا لطيف. شو تقيل. ليكي ليكي. حاسه حالي بعصر الجاهلية. بس حلوة ها. لا لا والله تعي تعي لقيت لك فشار سنان بدي فرش لك لف لك مو عكس ما انا لافه. اوكي حبايبي طبعا لهم كون وصلنا لنهايه الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج. طبعا انا ما ورجيتكم شو اشتريت لانه اول شيء كان كثير عجقه، ثاني شيء قلت لحالي اني بخلي لكم اياها مفاجاه. طبعا هلا الساعه صارت شيء 8 المساء وانا طالعه من الساعه 10 الصبح، يعني تخيلوا قديش لفيت وقديش تعبت وانا هلا ميتة تعب عن جد، كثير كثير تعبانة. بس حورجيكم لمحة صغيرة عن الاغراض، طبعا اكيد ما حقدر لا ارتب الاغراض اليوم ولا اركبهم ولا اعمل اي شيء فيهم لانه عن جد قلت لكم كثير كثير ميتة تعب. طبعا حبايبي حطيت الاغراض مبدئيا هون، طبعا هذا البيرو تبع الميك اب وهي مدري شو وهي ما بعرف شو وهي المراية وهي البلورات، هيك بلورات مثل بلورات، واشتريت شوفوا الاكياس اللي بالارض كمان. هدول كل الشغلات اشتريتهم وما قدرت ارتب اي شيء اليوم منهم. حروح ودغري هيك يعني اتسطح وانام لانه كثير كثير تعبانه وتعبت كثير. فانا اسفه انه ما قدرت اصور لكم كثير هنيك لانه كان كثير كثير في عجقه، بس هدول الاغراض يعني هدول تمام، هن اجوا اصلا بكراتينهم هيك. طبعا اكتبوا لي تحت بالكومنت اذا بدكم يعني اعمل لكم فيديو وانا عم ركب الاغراض، فاكتبوا لي تحت بالكومنت شو رايكم وشو بتحبوا اصور لكم اكثر. بحبكم كلياتكم. طبعا مثل ما قلت لكم باول فيديو مشان قصه الجرس، الكل يعمله يكبس عليه ويعمله الكل بعد اذنكم مشان يوصلكم كل الاسعارات ونرجع التفاعل ودخيل قلبكم. طبعا حيكون حسابي انستغرام تحت بالوصف وحسابي على برنامج الهوب ماسنجر كمان تحت بالوصف، فالكل يروح يشيك عليهم ويضيفني عليهم لانه بالهوب ماسنجر بنحكي كثير مع بعض وكثير حنعمل شغلات حلوه بهالبرنامج. بحبكم كلياتكم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. باي باي.